التواصل يستمر متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، وعلى البركه نتحرك بشوطنا الثاني ضمن فئه الجعدان المشتركات التي تتابعنا في هذا المسير وفي هذا التحدي. نرحب بهذا الشوط، نرحب بمياس، مياس سلطان بن راشد بن سلطان من يتقدم الى المركز الاول مع مياس، اما المركز الثاني شاهين احمد بن سعيد بن غدير، المركز الثالث متعب يبعى بن عبيد بن حميدان من يقدم لنا متعب، اما المركز الثالث من على المركز الثالث فانا مقلوع حمد بن سعيد بن الحب العامري عاشق سلالة مقلوع يتقدم الى المركز الثالث. هذه المراكز الاولى متابعينا الكرام، والناموس حاير طاير وين بيصير في هذا الشوط الله اعلم، اظني بيصير عند بن حميدان، اظني بيصير عند يمع بن عبيد بن حميدان. اما المقدمه فهنا مياس سلطان بن راي بن سلطان الاجتبي بالمركز الاول والمركز الثالث، المركز الثالث ياتينا من وصلنا على المركز الثالث شاهين سالم بن عتيج بالمركز الثالث، المركز الرابع مقلوع حمد بن سعيد بالحب العامري. هذه المراكز الاولى، مياس يا مياس لابس عقال السبق منكوز، ما دام عندي ولد مياس، ولكن الخوف من متعب، من بن حميدان يبعى بن عبيد بن حميدان، هو من ياتينا، هو من يتابع المركز الاول، هو من يتابع مياس. اما المركز الثالث مقلوع حمد بن سعيد بالحب العامري، الناموس وين؟ سكت على الابطال والموقف يبي يشد الحزام. سلام سلام يا راعي مياه سلطان بن راشد بن سلطان اللي تبي نهنيك. الثاني يمع بن عبيد بن حميدان، المركز الثالث فهنا مقلوع حمد بن سعيد بن حب العامري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، دقيقتين و15 ثانيه، هذا هو التوقيت الذي تسجل في هذا الشوط الثاني.